عن السوبر الأوروبي ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي عمر صبحي. سيد عمر، حدثنا عن أبرز النقاط التي استغلها المدرب دييغو سيميوني للفوز بهذا اللقب. في الواقع سيلفيا، هو دييغو سيميوني لعب على اكتر من طريقه. في البدايه ابتدى يقفل المساحات وانطلاقات جارس بيل او فاسكيس من على الطرفين، وتحتيهم مارسيلو وكارباخال، بين هو يثبت لوكاس هيرنانز واخوان فران على الطرفين. بعدها لجأ ل 4 4 2 مقابل ال 4 4 3 ال 4 3 3 اللي لعب بيها لوبيتيجي، بالكره الجماعيه بتاعت سيميوني، بالاداء الهجومي، بتواجد دوري في نص الملعب علشان يقفل المساحات نوعا ما ويبطل تفاعلات اسكو مع المهاجمين، سواء بنزيما او فاسكيز سوري اسينسو او جاريث بيل. ثانيا، الاداء الجماعي والتشكيل المثالي واشراك لوكاس ليمار، الصفقه الجديده لاتلتيكو مدريد، اللي ادت قوه نوعا ما لتشكيله اتلتيكو مدريد، سواء على المستوى الهجومي في مساعده دييغو جوستا واندونيو جريزمان، وعلى المستوى الدفاعي لمساعده جودين في قلب الدفاع. كمان ليمار عمل مع جريزمان، عمل فتح مساحات كتير لديك جوستا وانطلاقات كتير قدر فيها يستحوذ على الكرة وان هو يسجل هدفين زي ما انت ذكرتي في بداية تقديمك للموضوع. نعم، طيب ما هي العوامل التي أدت لخسارة ريال مدريد الغير متوقعة في مباراة الأمس؟ خليني اقول لك سيلفيا ان ريال مدريد لاول مره في تاريخه يكون بدون هويه، بدون شخصيه في الملعب. رحيل رونالدو اثر كتير جدا، مش على المستوى الفني بس، لا على المستوى تواجد ريال مدريد بشخصيه ريال مدريد بكاريزما ريال مدريد. رحيل رونالدو اعتقد ان حد دلوقتي جماهير المارينجا مش قادره تفسروا ليه رونالدو كان لازم يمشي. ريال مدريد مجموعه من اللاعبين كلهم عايزين يثبتوا نفسهم، مدرب جديد عايز يثبت نفسه، لوبوتيجي عايز يثبت نفسه ان هو الاحق بقياده ريال مدريد في الفتره اللي جايه، بنزيما عايز يثبت نفسه ان هو كمهاجم سوبر يستحق ان هو يكون متواجد في خطوط ريال مدريد، جاريث بيل عايز يثبت نفسه ان هو لاعب يقدر يتحمل فريق كبير زي ريال مدريد. كمان لعيبه كتير، فاسكيز عايز يثبت نفسه ان هو مش لعيب بديل، لا هو ممكن ياخد التشكيله الاساسيه، اسينسو نفس الموضوع. ريال مدريد بقى في موضع الشك من ان هو فريق البطوله، بقى لاعبين خبره زي راموس ومارسيلو وكاسي، لكن محتاجين برضو ان اللاعبين الشباب عايزين يثبتوا نفسهم، ودي المشكله اللي واقع فيها نعم. ريال مدريد في الفتره في نعم طيب الأخيرة. هل ترى ان الريال سيعيد النظر في ضم اسماء بارزه في اللحظات الاخيره للارتقاء مره اخرى بمستوى الفريق؟ بالنسبه للميركاتو بتاع ريال مدريد، هو كان غريب جدا 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 التعاقد مع اسماء شابه، اعتقد ان هم كانوا ممكن يتعاقدوا معاه لريال مدريد بي اللي بيلعب في الدرجه الثالثه، لكن ريال مدريد اللي بينافس على 6 بطولات كل سنه، بينافس دايما على دوري ابطال اوروبا، قدر ان هو ياخد الثلاثيه 3 بطولات لدوري ابطال اوروبا في اخر 3 سنوات. كان صعب جدا جدا ان هو بعد رحيل رونالدو كان يجب التعاقد مع نجم سوبر ستار يقدر يشيل الفريق على كتافه ويقدر يعدي بيهم من المباريات الصعبه. ايضا التعاقد مع لوبيتيجي في الوقت كان مناسب نوعا ما، لكن شخصيه لوبيتيجي مع الفريق زي ريال مدريد كان عليها علامات استفهام. لوبيتيجو اتقرص من نفس اللي اتقرص منه بينيتز وزيدان في اول ما جم، او حتى مورينيو وانشيلوتي لما خسر، مورينيو لما خلص من برشلونه بخماسيه، انشيلوتي لما خسر من اتلتيكو مدريد برباعيه، بينيتز لما خسر من برشلونه برباعيه في الدوري الاسباني في سانتياغو برنابيو، ده اللي اتعرض له لوباتيجي. كان المفروض يقرا كويس فريق اتلتيكو مدريد، كان المفروض يقرا كويس دوافع سيميوني للفوز. سيميوني بيحس لعيبته دايما على الفوز وان هم نازلين ياخدوا بطوله. سيميوني دلوقتي طلع في المؤتمر الصحفي قال ده الفريق اللي انا كنت بحلم بيه من سنوات. حاليا اللاعبين عايزين يجددوا لريال مدريد من خلال جريزمان. نعم، الناقد الرياضي عمر صبحي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به.